وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف علي مسلم، أخصائي أرصاد طيران بالمركز الوطني للأرصاد في مطار الشارقة الدولي. أخ علي، مرحبا بك. في البداية لو تطلعنا على تفاصيل أكثر حول الحالة الجوية التي تشهدها الدولة وتصنيفها ومدى تأثيرها أيضا. تتأثر الدولة إن شاء الله بسبب منخفض الجوي القادم من البحر الأحمر موجود الآن في المملكة العربية السعودية. سوف يكون يبدأ تأثيره بنهاية هذه الليلة، ليلة الأربعاء وصباح يوم الخميس. راح تتكاثر السحب على المناطق الغربية للدولة على السلع في اتجاه أبو ظبي، وسوف تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة وتكون غزيرة، وقبل الظهر تتجه إلى سوف يتجه المنخفض إلى دبي والشارقة والإمارات الشمالية، ومع هطول أمطار مختلفة الشدة، ومن ثم إلى المناطق الشرقية والمرتفعات الجبلية. سبب سوف تتكاثر السحب في المرتفعات الجبلية أكثر بسبب هذه المرتفعات، وتسقط عليها أمطار مختلفة الشدة وغزيرة مع سيالان للأودية. سوف تهطل أيضا، هناك فرصة لسقوط البرد، ولكن البرد حبات البرد الصغيرة على تلك المناطق. نعم، ومتى تبلغ الحالة ذروتها ومتى تنتهي؟ تبلغ ذروتها إن شاء الله في الساعات الصباح متأخرة وفترة الظهيرة والعصر والمغرب، سوف تنتهي في نهاية يوم الخميس أو بداية صباح يوم الجمعة إن شاء الله، لأن المنخفض سوف يتجه إلى بحر عمان إن شاء الله. نعم، أخيرا أخ علي، في ظل هذه الحالة الجوية ما هي الرسالة التي تودون توجيهها للجمهور؟ طبعا نتمنى من الجمهور الكريم اتباع جميع التعليمات الصادرة من الدولة والمراكز الحكومية، وخصوصا عدم الذهاب إلى المناطق التي تكثر فيها السيول للحفاظ على حياتهم. أيضا نتمنى من الجمهور لمتابعة هذه الحالة التواصل مع المركز أو الدخول على التطبيقات الخاصة بالمركز. وشكرا لكم، ونتمنى السلامة للجميع، والله يجعلها إن شاء الله أمطار خير علينا وعلى الجميع إن شاء الله. إذن علي مسلم، أخصائي أرصاد طيران بالمركز الوطني للأرصاد في مطار الشارقة الدولي، شكرا لك على هذه الإفادة.